السلام عليكم متابعين قناة ليدي بسومة اللي دائما كتجيب الجديد. الفيديو ديال اليوم غادي يقدم لكم واحد الوصفة ديال جوج مقشرات اللي هما رائع للجسم، كيصفيو الجسم، كيحيدوا اي بقع، كيفتحوا اللون ديال البشرة، ورائع. يلا اجيو اكتشفوا اول مقشر او تبريمة. اول حاجة غناخدو شي طاسة اللي كتسد باش نخلطو فيها المكونات. اول حاجة كناخدو معلقة كبيرة او لجوج معلقة كبار ديال الصابون البلدي، كنزيدو عليه معلقة ديال ورق السدر مطحون مزيان، ومن بعد غناخدو واحد المعلقة ديال الكركم ومعلقة صغيرة ديال النيلة، وغنزيدو عليها واحد عصير حامضة والماء ورد، وغنخلطو المكونات مزيان ونسدو عليهم ونخليهم اللي بغيو نستعملوهم. مورا ما كنسخنوا الجسم ديالنا مزيان كنديروا هاد التبريمه لمده 20 دقيقه حتى كتنشف، ومن بعد كنديروا بحال التقشير بحركات دائريه، ومن بعد كنحكوه كنغسلو وكنبداو نحكو بالكيس المغربي. وبالنسبه للمقشر الثاني كناخذوا شي حاجه فاش نخلطو، كنزيدوا عليها 3 المعالق ديال السكر سنيده، كنزيدوا عليه معلقه كبيره ديال النشا ومعلقه كبيره ديال الحليب بودره، وكنزيدو واحد المعلقه صغيره ديال النيله، النيله الصحراويه اللي تكونوا متاكدين منها. ومن بعد كنخلطو كنزيدو بعدا واحد المعلقه كبيره ديال زيت الورد، ومن بعد كنزيدو واحد زيت الاطفال، زيت جونسون ولا شي حاجه، معلقه كبيره. ومن بعد كنزيد نختارو جيل دوش ديالنا، كنختارو اي جيل دوش كيعجبنا كنخلطو به المكونات، كيتخلطو مزيان حتى كتحسي ان المكونات تخلطات مزيان بهذه الطريقه. وغادي ديري مورا ما تغسلي وتسالي، يعني اخر حاجه غديري هي هاد الكوماج، غادي ديري وتشلي الجسم ديالك، وما تنسيش ديري واحد الكريمه ديال الجسم ديالك باش كيبقى رطب وغتلاحظي النتيجه. يلا بصحه وراحه، وما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه اشتركوا في القناه وفعلوا سر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ديروا لايك اذا عجبكم الفيديو.